يعني كان الهيئة العامة لأصول الثقافة ثم الهيئة العامة للكتاب يعني تفضلوا مشكورين بعمل الأعمال الكاملة لفؤاد حداد في ما بين 2006 و2008. وده الحقيقة يعني أتاح الفرصة لعدد كبير جدا من الشباب إن هم يشوفوا هذا التراث اللي موجود في 12 جزء من الحجم الكبير لشعر فؤاد حداد اللي هو الشعر غزير وعظيم يعني. فيوم سنة عن سنة كده الناس بتعرف فؤاد حداد أكتر. أنا عملت بوست على الفيسبوك امبارح إيه أكتر بيت بتحبه لفؤاد حداد، فلقيت يعني ناس كتير جدا جدا عمالين يكتبوا أشعار كتير جدا من مختلف الدواوين وكده يعني. فهو سنة عن سنة بيكبر وبيوصل ل يعني اللي كان يقصدهم بشعره. ده اللي عايزة أسأل حضرتك عنه، إذا كان فعلا يمكن الفن الحقيقي أو الميراث الحقيقي بيكبر وبيزيد. يعني كنت متوقعة أن حضرتك هتقولي أنه فعلا استقبال الناس بيختلف، بس طيب خلينا نبدأ ونقول لك أنت إيه أكتر بيت شعر بتحبه لفؤاد حداد، وإيه أكتر قصيدة أنت بتحبها؟ بحب شعر كتير جدا الحقيقة، يعني في كل مرحلة بحب له قصيدة وبحب له يعني قصيدة عن غيرها، يعني كل طبعا كل شوية برجع له وبكتشف حاجات كتير يعني كل يوم عن يوم، يعني من الأرض بتتكلم عربي والمسحراتي ومن نور الخيال ومن أيام العجب والموت، يعني كتير قوي الحقيقة. فصعب، ده سؤال صعب. احنا كنا عاملينه كأنه يعني البوست كأنه مهرجان كده إن احنا نتذكر في وقت حد.